صباح الخير سارة، وصباح الخير عبد الله، وأيضا صباح الخير لمشاهدي الإخبارية الكرام. بالتأكيد نتحدث حول هذا المؤتمر الكبير في منطقة عسير، والذي أخذ الصدى الواسع على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل كبير من قبل كافة الجهات التي تهتم لمثل هذا الجانب، وأيضا من فئات المجتمع التي تهتم لمثل هذه الدائرة. اليوم نتحدث عن جامعة الملك خالد، استمرارها بمثل هذه المبادرات المختلفة، مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات التي بالتأكيد هي ستعكس نتاج مميز جدا، خاصة في هذا الجانب. إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع المهم، والذي نستبق هذا الحدث في الإخبارية للحديث عنه أكثر، وأيضا استعدادات جامعة الملك خالد تجاه هذا الجانب. للحديث أكثر نستضيف معي الدكتور عبد العزيز العمري، وهو أستاذ مشارك ورئيس قسم الجراحة في جامعة الملك خالد، وأيضا رئيس الجمعية السعودية للتعليم الطبي. حياك الله دكتور، سعيدين بظهورك معنا عبر شاشة الإخبارية. يعني في البداية خلينا نتحدث عن هذا المؤتمر أكثر وتفاصيله. حياكم الله وصباح الخير على الجميع. مؤتمر التعليم الطبي السعودي الدولي يقام في هذه النسخة برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة، ويهتم بمواضيع كثيرة أهمها جودة التعليم وطرق التدريس وتطوير المناهج كليات الطب في المملكة. وصراحة إعقاده في النسخة هذه مميز جدا، لأنه يتزامن مع الذكرى 20 لتأسيس الجمعية السعودية للتعليم الطبي، والتي تأسست قبل 20 سنة في جامعة الملك خالد في أبها. نتحدث على مستوى الهدف، اليوم لكل جانب هدف بالتأكيد، ما هي الأهداف التي ستعملون عليها تجاه هذا الجانب؟ الهدف الرئيس للمؤتمر هو التعلم والمشاركة بين الخبراء والمشاركين في مواضيع مهمة، أهمها يعني مجال التعليم الطبي نفسه، وأيضا نشر الممارسات المعتمدة دوليا في مجال التعليم الطبي والاستفادة منها. هذا هو الهدف الأساسي. أيضا هناك مواضيع كثيرة تتعلق بالتعليم الطبي، منها تطوير مناهج كليات الطب، الاتجاهات الجديدة في التعليم والتعلم، ولعل من أبرزها التعلم الإلكتروني. كما تعلمون في الآونة الأخيرة وبظروف الجائحة كان هناك يعني اهتمام كبير بالتعلم الإلكتروني في مختلف الجامعات وعلى وجه الخصوص كليات الطب، ولذلك يعني سيكون جزء كبير من المؤتمر ونقاشاته والأبحاث فيه يصب في هذا الموضوع، وهو التعلم الإلكتروني. ونامل من الله العلي القدير أن يحوز يعني النتائج التي ستنتج عن هذا الموضوع بما يخدم تطوير كليات الطب واستراتيجيات التعليم في الوطن إن شاء الله. نتحدث أيضا دكتور عن جانب الجمهور المستهدف من خلال هذا المؤتمر، من هم الذين سيستفيدون من هذا المؤتمر؟ الفئة المستهدفة طبعا بشكل عام هم الممارسين الصحيين والأكاديميين، خصوصا في كليات الطب والكليات الصحية، أيضا الطلاب والطالبات في كليات الطب والكليات الصحية. نعم. نتحدث عن آلية عمل المؤتمر اليوم، بالتأكيد كنا في أزمة ولا زلنا في هذه الأزمة، اليوم كيف ستعملون على تنظيم هذا المؤتمر؟ المؤتمر طبعا كان سيكون افتراضي بحكم الجائحة، ولكن ولله الحمد مع الانفراج الأزمة تقرر أن يكون بشكل مدمج، والآن سيكون بشكل حضوري بشكل أكبر. طبعا المسجلين في المؤتمر بلغوا إلى الآن حوالي 1500 مسجل ومشارك، وسنستضيف إن شاء الله خبراء دوليين ومحليين، أكثر من 20 خبير حيكونوا معنا في الحديث في المؤتمر والنقاشات اللي حتدور. أيضا مما يميز المؤتمر هو انعقاد اجتماع لجنة عمداء كليات الطب الذين سيثرون اللقاء والحدث العلمي، وسينقلون معهم إلى جامعاتهم كل التوصيات الاستفادة منها إن شاء الله. اليوم النتاج هو جزء مهم جدا في مثل هذه الدائرة، ما هو النتاج الذي تعتقدون بأنه سيحقق بعد نهاية هذا المؤتمر؟ بالنظر إلى البرنامج العلمي والمشاركات التي يعني قدمت لنا في المؤتمر، سيكون بإذن الله هناك توصيات للاستفادة منها في تطوير مناهج الطب والاستراتيجيات التعلم إن شاء الله في الجامعات وخصوصا كليات الطب. نعتقد أن موضوع التعلم الإلكتروني وما سيحوز عليه من نقاشات واتجاهات جديدة سيكون له الأثر الكبير في رسم هذه الاستراتيجيات، وإن شاء الله أن التوصيات القادمة التي ستكون في آخر المؤتمر سيتم التواصل مع الجهات المعنية كوزارة التعليم والصحة لتطبيق هذه التوصيات في هذا المحور وفي غيره من المحاور التي
تكون في المؤتمر إن شاء الله. سعيدين جدا بتواجدكم معنا عبر الإخبارية هذا اليوم، جهودكم واضحة بالتأكيد، وأيضا نتطلع لحضور هذا المؤتمر وأيضا الحديث عنه وعن جلساته المختلفة. شكرا لك دكتور. شكرا لكم، حياكم الله. عبد الإله وسارة وأيضا مشاهدي الإخبارية الكرام، نتحدث عن جوانب هذا المؤتمر، استعدادات كبيرة من قبل جامعة الملك خالد تجاه هذا المؤتمر المميز بالتأكيد، والذي لاقى كما ذكرنا قبل قليل الصدى الواسع على مستوى التفاعل الكبير، وبالتأكيد بإذن الله سيكون له نتائج مختلفة تخدم هذا الجانب تحديدا. نعم، شكرا عبد الرحمن السمير، يعطيك العافية.